السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى الأمور ديالكم تكون بخير وعلى خير وتكونوا في أحسن الأحوال. إذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة، معكم بشرى من قناتكم شيوات بشرى هموني أو شيوات بشرى أشبي. كنتمنى تفرحوني بالاشتراك ديالكم بالضغط على زر الأحمر زر الاشتراك مع تفعيل الجرس باش إن شاء الله توصلوا بجديد الوصفات، ومرحبا بكم كاملين وحدة بوحدة في القناة. وبالنسبة للوصفة ديال اليوم إن شاء الله فحضرتها كطلبية اللي فيها القرص أو لا البريوش. إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقة ديال التحضير ديالو، كيجي خفيف بزاف، وغادي نعطيكم إن شاء الله في آخر الفيديو بالنسبة للثمن ديال البيع للأخوات اللي بغاو يخدموها كطلبيات في البيوت. كنصحكم إلا بغيتو ديرو حتى بالنسبة هكا القرص أو لا البريوش تعتمدوا هاد الوصفة، فكتجي غزالة بزاف، كيجيو من السمين. غادي نحضروهم إن شاء الله بالحليب كيف ما غادي تشوفوا معايا، كيجيو مقطنين وغادي نحضروهم بدون ذلك. غادي تشوفوا معايا الطريقه اللي غادي ديروا وغادي ينجح معكم ان شاء الله، خصوصا كيف ما ذكرت لكم الاخوات اللي بغاو يخدموه كطلبيه. شوفوا معايا كيفاش كيجي هكا خفيف مقطن، ما كيجيش نهائيا معجن، شوفوا معايا، وكيجي هكا من السم كيف ما ذكرت لكم. بالنسبه لهذه اللي قطعت معكم درتها صغيره، غادي نعطيكم الغرام بالنسبه للاخوات اللي بغاو يديروا هذا الحجم صغير، وغادي نعطيكم حتى الثمن الا بغيتوا هكا تبيعوا هذا الحجم اللي هو صغير. المهم اخواتي بلا ما نطول عليكم، يلاو معايا نتعرفوا على الطريقه ديال تحضير هذا القرص. على بركه الله غادي نبداو في تحضير العجينه اللي غادي نديروها كالسوائل. في الاول عندي هنا يا اخواتي كيف ما كتلاحظوا الحليب. بالنسبه للكميه ديال الحليب اللي غادي ندير، فغادي نحتاج هنايا 3 ديال الكيسان ديال الحليب، كل كاس كيوزن 200 مليلتر او 200 غرام ديال الحليب، يعني في المجموع ديال الحليب درت 600 غرام. بالنسبه هكا الاخوات اللي بغاو هكا بالمليلتر، 600 غرام ديال الحليب اولا 600 مليلتر كيكون هكا دافي. غادي نضيف ليه هنايا جوج ديال المعالق كبار ديال الخميره ديال الخبز اولا الخميره الفوريه، حيت عندي هكا كميه اللي هي كثيره، داكشي علاش اخواتي درت هاد الكميه ديال الخميره. من طبيعه الحال نتوما على حسب الجو، فهنايا بالنسبه لمدينه مكناس راه الجو هكا بدا كيبرد. صافي غادي نضيف هنايا 6 ديال المعالق اللي كيكونوا عامرين ديال السكر سنيده، ممكن ديروا اقل او اكثر بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو هكا القرص ديالهم الحلاوه تكون مناسبه، فديروا 6 ديال المعالق. بغيتوهم حلوين كتزيدوا هكا في الكميه ديال السكر من طبيعه الحال. صافي غادي نخلط الكل بالخلاط اليدوي حتى كينسجموا ليا المكونات مع بعضياتهم، وكنحس بهذيك الخميره مع السكر دابو في الحليب الدافي. هنايا غادي نضيف جوج ديال الكؤوس ديال الدقيق الابيض دقيق الفرص، انا استعملت هكا الدقيق الخاص بالحلويات النوعيه الممتازه. فإلا بغيتوا هكا تخدموا طلبيات فمن الافضل انكم اخواتي تخدموا دائما بالحوايج اللي كيكونوا مزيانين، باش هكا كيجي المذاق ديالهم زوين وكيعجب الكليان ديالكم، كيعاود يرجع عندكم ماشي مره ماشي جوج، باش هكا كيطلب منكم وصفات اخرى اولا هاد الوصفات اللي كتقدموا لهم من طبيعه الحال. صافي هنايا بعد ما ضفت الكاسين ديال الدقيق فغادي نضيف الكاس الثالث، وغادي نحاول هكا نخلطو. المهم كيولي هكا القوام ديال الخليط بحال القوام ديال البغرير. غادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي وغادي نخلي هاد الخميره حتى كتفعل ليا ونرجع معكم. ملي كديروا هاد الطريقه هي اللي كتخلي هكا العجينه بلا ما ندلكوها كتجي خفيفه، وكيجينا البريوش ديالنا اولا القص كيجينا هكا خفيف بزاف كيف ما شفتوا معايا في الاول ديال الفيديو. صافي هنايا بعد ما تفعلت عندي الخميره فخليتها 10 ديال الدقيق كيف ما ذكرت لكم، الجو شويه بارد خليتها 10 دقائق. نتوما الا كان عندكم الجو هكا معتدل اولا سخون فخليوها فقط 5 ديال الدقائق راه تلقاوها تفعلت لكم. وبالنسبه للمكونات اللي غادي نضيف دابا، عندي هنايا معلقه كبيره مع مرش ديال الملحه، معلقه صغيره عامره ديال القشور ديال الحمض، انا استعملت هادو اللي كانوا بقاو ليا من المركز ديال الحمض، ممكن تحكوها كقشره ديال الحمض اولا ديال البرتقال. درت معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، معلقه كبيره ديال النفع البلدي، وجوج ديال المعالق ديال الزنجلان كيف ما شفتوا معايا، وضفت عليهم جوج ديال الساشيات ديال الفانيلا. كيف ما ذكرت لكم هذا القرص درته هكا من السم، فهاد المزيج ديال الفاني مع الحمض مع هاد المكونات فبصراحه كيجيو القرص ديالنا كيجي لذيذ بزاف. بغيتوا تنسموهم فقط بالفانيلا ديروهم، بغيتوا ديروا فقط القشور ديال الحمض مع النفع والزنجلان وحبه حلاوه، عندكم كامل الاختيار. صافي بعد ما نسجموا ليا المكونات مع بعضياتهم دابا غادي نبدا باضافه الدقيق كيف ما غادي تشوفوا معايا. كنبدا كنضيف الدقيق وانا فقط كنجمع، ما غاديش ندلك كيف ما غادي تشوفوا معايا ان شاء الله. صافي كنبدا كنضيف الدقيق شويه بشويه، وانا كنبقى كنضرب العجينه غير بهكا كيف ما كتشوفوا معايا هكا باش ينسجم ليا الدقيق مع المكونات. بالنسبه للمكونات غادي تلقاوها ان شاء الله مكتوبه في صندوق الوصف، غادي نكتب الاخوات هذه الكميه اللي درت، وغادي ندير لكم نص ديال الكميه بالنسبه للاخوات اللي بغاو يديروها كنص ديال المقادير فتقدروا ديروها.
صافي. هنايا غادي نضيف الزيت قبل هكا ما تجمع ليا العجينه. تقريبا ضفت هكا واحد جوج ديال الكؤوس ديال الدقيق، وكنبدا كنضيف هكا 6 ديال المعالق كبار اللي كيكونوا عامرين ديال الزيت نباتيه كيف ما شفتوا معايا. صافي، وغادي نبدا كنضيف دابا الدقيق كيف ما كتشوفوا. فدائما خليوها كزيت في الاخير، بغيتوا ديروا الزبده فديروها. ونسيت ما ذكرت لكم، بالنسبه لهذا القرص راه حضرناه بلا زبده وما درناش فيه نهائيا البيض، غادي ندهنوا فقط بصفار ديال البيض هذا البريوش من الفوق. صافي، غادي نستمر بنفس الطريقه اخواتي حتى نكمل هكا العجينه. غادي نوريكم هكا الدقيق بالنسبه هكا للاخوات اللي بغاو هكا الدقيق شحال دخلت في هذه الكميه. شوفوا معايا، فضروري باش ينجح لكم ويجيكم هكا القرص ديالكم خفيف، ضروري تخليو هكا العجينه ديالكم كتلتصق في يديكم. فالا قصحتوها اكيد اكيد غادي يجيكم هكا القرص ديالكم متقصير في الداخل، فباش يجيكم هكا خفاف ضروري هكا ترخفوا العجينه ديالكم. صافي، اخر حاجه كنديرها كندهنها بشويه ديال الزيت، وغادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي ونخليها هكا يضاعف الحجم ديالها. هاد المره غادي نخليها تختمر ليا مزيان، غادي نغطيها ونرجع معكم ان شاء الله. بالنسبه للكميه ديال الدقيق، فانا عبرت تقريبا كيلو غرام ديال الدقيق، وبقات ليا هنايا تقريبا واحد الكاس اللي استعملت معكم دابا ديال الحليب، يعني 200 غرام اللي تبقات ليا من كيلو ديال الدقيق. نتوما من طبيعه الحال على حسب هكا النوعيه ديال الدقيق اللي استعملتو. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا، بعد ما اختمرت عندي العجينه وضعف الحجم ديالها، فغادي نبقى نشكل هكا في الكويرات ديال البريوش. وانا كنستعمل هكا الميزان بالنسبه للاخوات اللي كيخدموا دائما طلبيات، فمن الافضل انكم تاخذوا هكا الميزان باش هكا كيسهل عليكم. كل حاجه كتجي هكا مقاده ومعبوره من طبيعه الحال، نتوما ما كتضيعوش وحتى الكليانه ديالكم ما كتضيعش. داكشي علاش اخواتي حاولوا هكا تستعملوا الميزان. بالنسبه للاخوات اللي غادي يبغيو هذا القرص، شحال درت فيه انا بالنسبه للميزان، فدرت فيه 80 غرام. بغيتو من طبيعه الحال القرص ديالكم يكون متوسط، ديروا فيه هكا 60 غرام او 70 غرام. بغيتو صغير كيف ما شفتوا معايا هذيك اللي حليت معكم، فانا درت فيها 45 غرام. صافي، نيه بعد ما شكلت هكا الكويرات عبرتهم كاملين 80 غرام 80 غرام، فكناخذ هكا البريوش كنحاول هكا ندهن يديا غير بالقليل فقط من الزيت، وكنشكل هكا الكويرات كيكونوا هكا مقادين كيف ما غادي تشوفوا معايا. من بعد اخواتي غادي نستفهم في اللاطه ديال الفران اللي درت فيهم هكا ورق الزبده، باش هكا كيسهل عليا دائما نحيدهم بكل سهوله. نتوما ما عندكمش، دهنوا اللاطه ديالكم فقط بشويه ديال الزيت. وبالنسبه للبنات اللي كيخدموا طلبيه، فالا كتستعملوا هكا ورق الزبده حاولوا ما تلوحوش، استعملوه مره جوج ثلاثه صافي، عاد ديك الساعات كترميه وكتاخذوا واحد اللي هو جديد. صافي هنايا اخواتي، قبل ما يخمروا عندكم ضروري دهنوهم قبل ما يختمروا. فبالنسبه ليا هنايا نسيت في اللاطه الاولى، ضروري هكا تقرصوهم واحد شويه غير تضغطوا عليهم كيف ما غادي تشوفوني غادي ندير. فحتى دهنت هاد اللاطه الاولى عاد تذكرت بانني ما قرصتهمش. صافي هنايا كتحاولوا تضغطوا عليهم غير واحد شويه كيف ما غادي تشوفوا معايا. وحتى هادوك اللي دهنت فغادي نرجع ليهم ندهن يديا بشويه ديال الزيت، وغادي نعاود هكا نقرصهم غير واحد شويه. بالنسبه للخليط اللي دهنت به من طبيعه الحال هذا البريوش، فاستعملت هنايا صفار ديال البيضه، درت عليها شويه ديال الحليب، وغادي ندهن كيف ما غادي تشوفوا معايا، واللون ديالو راه جام ذهب. بغيتو تزيدوا لي حتى واحد شويه ديال القهوه سريعه الذوبان مع الحليب وصفر ديال البيض، فعندكم الاختيار بالنسبه للاخوات اللي بغاوها كيجيو محمر بزاف. هنايا بعد ما دهنتهم فغادي نرشهم شويه ديال السمسم اللي هو زنجلان، تقدروا ديروا اللوز ايفيلي اولا كاوكاو ايفيلي على حسب الرغبه ديالكم، ومن طبيعه الحال على حسب هكا الطلب ديال السيده بغات هكا البريوش يكون عادي، فغادي ديروا ليه من طبيعه الحال غير السمسم او الزنجلان. هنايا اخواتي بعد ما كملت الكميه اللي عندي غادي نخليها تختمر ونرجع معكم باش نقول لكم الطريقه اللي طيبت بها. بالنسبه للاخوات اللي بغاو هكا الطريقه اللي طيبوا بها البريوش، هنايا بعد ما خمرت عندي اللاطه الاولى فغادي ندخلها للفران اللي كيكون هكا مسخن من قبل اخواتي على درجه حراره 250. ملي كندخل البريوش كنقص عليه النار، كنديرو هكا ب 170، وكنخلي البريوش حتى كينتفخ كيضاعف الحجم ديالو من طبيعه الحال، وهكا كيذهب ليا من الاسفل باش هكا كيطيب من الداخل. ومن طبيعه الحال ما كيجيكمش نهائيا معجن، عطيوه حقه هكا في الطياب ديالو. صافي، عاد كطلعوا اللاطه ديالكم للفران باش هكا كتحمر لكم من الفوق. بغيتو تعاودوا هكا دهنوهم قبل هكا ما تطلعوه من الفوق، تعاودوا دهنوهم داك الخليط اللي بقى لكم ديال الحليب مع صفر ديال البيض، فتقدروا تعاودوا هكا دهنوهم، عندكم كامل الاختيار. صافي، بعد ما كتخرجوهم من الفران فضروري تغطيهم بواحد الفوطا اولا شي منديل باش هكا كيرجع ليهم الصهد ديالهم، وهكا كيجيوكم هكا خفافين بزاف ومقطنين. هنايا بعد ما ولاو عندي دافين، فكيف ما ذكرت لكم خدمت هكا الطلبيه كانت مزروبه بزاف، فكانت عندي هكا واحد الخدمه اخرى،
خدمت طلبيه اخرى، وبالنسبه لهذا الكرص فجاتني طلبيه هكا في اخر لحظه وحضرتهم بسرعه، فكيف ما كتشوفوا معايا فجاو خفاف خفاف بزاف. فهنايا غادي نعطيهم للسيده حيت كتسنى، فولاو عندي فقط هكا دافيين، نتوما خليهم هكا يبردوا لكم اكثر، عاد قدموهم هكا للسيده ديالكم. هنايا كيف كتشوفوا معايا، شوفوا معايا كيفاش كيجيو خفاف 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 بزاف، وما نعاودش لكم راه جاو لذاد. بالنسبه للاخوات اللي بغاو هكا، الثمن ديال البيع بالنسبه لهذا البريوش اللي الحجم ديالو هكا كبير كيف ما شفتوا معايا درنا فيه 80 غرام، فكتخرجوه اخواتي بجوج دراهم ونص. فبالنسبه للاخوات اللي غادي يديروه هكا صغير 60 غرام، فتقدروا تبيعوه بجوج ديال دراهم. درتو من طبيعه الحال في 45 غرام كيف ما شفتوا معايا بالنسبه لهذه اللي غادي نوريكم دابا، فنسيت هكا ما وريتهاش لكم. فالعجينه هكا اللي كانت بقات ليا ملي عبرت هكا 80 غرام 80 غرام، فبقات لي واحد العجينه اللي عبرتها لقيت فيها 45 غرام، وهذا هو الحجم ديالها اللي غادي نوريكم ان شاء الله دابا. فهذاك تقدروا تبيعوها بدرهم، حيت كتعرفوا بان الحليب هو باش عجننا هذه العجينه ديال البريوش، من طبيعه الحال الا عجنتوه فقط بالماء فاكيد كتنقصوا الثمن، كتبيعوا هكا البريوش ديالكم بجوج ديال الدراهم. صافي انايا عبرت هكا كيلو للسيده كيف ما كتشوفوا معايا، فبالنسبه ليا انا عبرت ليها هكا كيلو، ولكن حسبت ليها الثمن ديال كل حبه كيف ما ذكرت ليها. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا معايا، فبالنسبه لهاد الكميه اللي درت معكم فكتخرج كميه تبارك الله اللي هي كثيره، فعبرت ليها هكا كيلو وبقاو ليا هنايا 6 ديال الحبات كيف ما كتشوفوا معايا. وبالنسبه لهاد الحبه اللي وريتكم دابا الحجم ديالها هكا صغير كيف ما كتلاحظوا، كيجي الشكل ديالها حتى هي زوين، وكيف ما كتشوفوا معايا كيجي البريوش ديالنا مقطن من الداخل، كيجي خفيف بزاف ما كيجيش نهائيا معجن. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يديروا هاد العبار ديال 45 غرام حتى ل 40 غرام، فكتبيعوا هكا البريوش ديالكم بنص درهم من طبيعه الحال. كيف ما كتشوفوا معايا راه كيجي خفيف هكا بزاف. بغيت نقول لكم واحد الملاحظه، ملي تجيو هكا تخدموا طلبيه لشي سيده اللي هي مسخره لشي واحد من عائلتها ولا هذا، فضروري هكا ملي تعطيوها الطلبيه حاولوا تعطيوها هكا حبه اولا جوج من الحاجه اللي طلبتها منكم، باش هكا حتى هي كتذوق الا عجبوها من طبيعه الحال كتعاودها كتطلبهم لكم مره اخرى. اما الا كانوا دياولها طلبيه فصافي ما كتعطيوها حتى شي حاجه، فهذا الراي ديالي بالنسبه هكا للطلبيات هكا اللي كندير. صافي هنايا اخواتي وصلنا لنهايه ديال الفيديو، كنتمنى تكونوا هكا استفدتوا من الوصفه ديال اليوم، خصوصا كيف ما ذكرت لكم الاخوات اللي بغاو يديروا هكا المشاريع في البيوت ديالهم، فكنصحكم انكم الا كنتو جالسين هكا في الدار عاونوا راسكم عاونوا رجالاتكم ووليداتكم طبيعة الحال، ويكون دائما المصروف عندكم هكا في جيبكم باش تعاونوا بهم راسكم. وهكا كنقول لكم وصلنا لنهايه ديال الفيديو، ان شاء الله غادي نشارك معكم العديد من الطلبيات، راني صورت لكم هكا طلبيات اللي جاوني هاد الايام، فكيف ما شفتوا معايا راني حبست هكا الطلبيات تقريبا شي شهر دابا هذا، ودابا رجعت ان شاء الله غادي نقدم لكم المزيد من الوصفات مع الاثمنه ديالهم. خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.